قدر الله في كانسر حميد، تمام، ازاي حضرتك كطبيب تتعامل مع مريض البروستاتا اللي هو عنده كانسر حميد؟ طيب اول حاجه، لو واحد عنده تضخم حميد، حضرتك قصده تضخم البروستاتا الحميد، هو بيمشي على علاج دوائي الى ان يحدث فشل في العلاج الدوائي، يعني يبقى العلاج الدوائي غير قادر على ان هو يطرد كميه الميه الكافيه. العلاج الدوائي ده بيبقى في خطين علاجيين، خط بيرخي العصب اللي بيتحكم في البروستاتا، فيحصل ان هي بدل ما هي قابضه على مجرى ميه جامد كده ترخي تفك، فتبدا الميه تخرج بانسياب. لو ده مش جايب نتيجه، لو ده مش جايب نتيجه، يعني المريض بياخد العلاج والميه برده ما بتخرجش او مش قادر يتبول بشكل كافي، هنا بنلجا للحل الجراحي. تمام، ده بالنسبه للمريض. الحلول الجراحيه بقى كتير، في بقى على حسب حجم البروستاتا، لكن احنا دايما بنبتدي الاول يعني تمهيديا كده للمريض، يعني بشكل دوائي ما ينفعش نتخطى الخطوه دي. لا ده كويس على فكره، يعني في بعض الدكاتره للاسف يعني ما عندهمش مهنيه كافيه ان هم بيستسهلوا دايما فيدخلوا في موضوع الجراحه، لكن لا ده كويس. العمليه الجراحيه زي الحرب، يعني ما ندخلش حرب غير لما يكون مفيش حل سلمي موجود. بالظبط يا دكتور.